الكورونا فلونزا عادية يعني زي ما أنا هلا مفلوزة، لكن أنا يعني الاشتباه إيش؟ إني أنا ما كنتش بالصين وإجيت، ولا كنت في كوريا، ولا كنت، فبالتالي يستبعد لأني أنا ما إلي احتكاك مباشر أو جاية من أي دولة، فبالتالي هي عبارة عن فلونزا تشك في إنه واحد إذا جاي من إحدى هاي الدول. هذه الموضوع. هلا إحنا وين الخوف؟ إذا بنتشر الفيروس في داخل فلسطين ببطل عندنا الاشتباه، بصير الاشتباه مباشر. بصيرش الاشتباه انه انت فلونزا زائد قدومك من احدى العشر دول، بتصير فقط على الاشتباه. احنا حاليا بالمرحلة الانية هلا الحالية هلا بجوز بكرة يتغير، انه احنا المشتبه فيه انه عنده كورونا، اللي هو الشخص اللي او يعني بدأ يصير عنده مرض الكورونا، الشخص اللي بيكون جاي من احدى العشر دول زائد فلونزا مع ضيق نفس لحد هلا. وخلوني تسمحوا لي احكي لكم ان مرض الكورونا مرض مستجد على كل العالم، وبالتالي كلنا بنتعلم وكل يوم في تعليمات جديده. عشان هيك احنا حاطين هالبطل جنبنا اللي هو ممثل منظمه الصحه العالميه، اللي بيجيب لنا يوم يوم التعليمات، واحنا على اتصال يوم يوم بالتعليمات. فبجوز اللي عملناه، التعليمات اللي عملناها قبل شهر، بكره تكون مغايره.